نكون تهجير تامي هذا من حي الوعاء. ما تم غير إلا قلة يعني من الأهالي اللي على أمل إنه محادثات استانا جنيف إنه يبقوا إنه هون ما تبقى من الوعر إنه يوقفوا التهجير. العالم طالع غصب عنا، روسيا هي السبب بالتهجير. هاي هلا التهجير التامي، هجرونا وطالعونا غصب عنا ما من إرادتنا، يعني ما حد رايد يطلع طلعة. جابونا الطيران، جابونا روسيا، جابونا يعني موتونا الجوع، موتونا البرد، موتونا قهر. وبعدين يعني هالطيران، لولا هالطيران ما اجى فوق راسنا وروسيا الا ما حد يطالع، وطالعين وروحنا نضال لهم.